السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولاد بناتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير ان شاء الله. النهاردة عندنا كيلو بدنجان، هنعمله بدنجان مخلل ونبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. الكيلو رخيص ب5 جنيه، انا جبته وغسلته كويس جدا وشلت العين اللي فيه من فوق، وانا بحبه ملحم كده يا جماعة، بيبقى جميل جدا وطعمه حلو جدا. وانا حاطه ميه على النار، ويلا بينا نروح على البوتاجاز علشان نسلق البدنجان. هيتسلق يعني 80%، 85%، علشان ايه؟ ده كيلو هيبقى كتير علينا، فانا هخليه يعني بيقعد عندك لمده طويله باذن الله. يلا بينا دلوقتي يا حبايبي. عندي الميه على النار اهي ما شاء الله، هنحط فيها معلقة ملح وهنحط فيها البدنجان. ما شاء الله شوية كمان مية. ولما عند الاستواء ان شاء الله هنشوف هنعمل ايه تاني. وهنا حبايبي بقى عند لما يستوي البدنجان، انا عندي نهوت فلفل الالوان اللي انا مفرزاه معاكم، وفلفل حامي قرنين، وعندي ثوم فريش، هنا عندي كزبرة ناشفة، كمون وملح وبابريكا، وعندي زيت، وعندي خل وليمون، وده الزيت. في الخلاط هنحط الفلفل الألوان والفلفل الحامي، ودي كزبرة على بقدونس، ودي الثوم، هنحطهم في كده في الخلاط ان شاء الله. كده يا جماعه هنحط بقى الليمون، الليمون بقى ده 3 ليمونات معصورين، وهنحط هنا الخل يعني بتاع ربع كوبايه خل، وهنضربهم في الخلاط ان شاء الله ونرجع لكم. كده ضربنا المكونات يا جماعه على بعضها اهي ما شاء الله، يعني ريحتها بقى ايه تجنن. طبعا انا البواقي من هنا دي ميه السلق بتاعه البدنجان، هنحط منها شويه ونحطها على التتبيله كلها ان شاء الله. ونرجع لكم بعد ما يستوي البدنجان. في الحالة دي بقى هنتبل هنا عندي كزبرة ناشفة، عندي كمون، بسم الله الرحمن الرحيم، ريحتها جميلة جدا، بابريكا، حط حبة حلوين كده، وعندي ملح. وفي ليمون هنعصره عليه في الآخر برضو. خلطة جميلة جدا ما شاء الله. نحاول ندوقها. لونها تحفة جميلة جدا والله، لو جربتوها بالشكل ده هتعجبكم جدا ما شاء الله. الله الله الله، الله.
تحفة تحفة تحفة. هنغطيها لحد ما يجي ميعاد الحشو ان شاء الله. كده حبايبي طلعت البدنجان، يعني ما شاء الله القلب بتاعه ما شاء الله ما شاء الله ابيض زي الفل اهو. هناخد انا بحب اعمله وهو دافي يا جماعه كده عشان ايه التتبيله تاخد وضعها. هنحط الحشوه ما شاء الله، وادي البوله اللي هنحط فيها او الحاجه اللي هنحط فيها، وهن نحشيها بالشكل ده ما شاء الله. وهنحشي كله كده بقى يا جماعه ونرجع لكم ان شاء الله. الريحه طالعه تجنن، وده لما تحط عليها التتبيله دي طماطم تبقى الدكوس اللي بنقول عليه، بيبقى طعمه جميل جدا 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 بقى مع اي حاجه انت اللي هي الكبسه والحاجات دي. اذا كنتوا وصلتوا معنا لحد هنا يا جماعه ما تنسوناش من تفعيل الجرس واللايك والشير، بارك الله فيكم، وهنرجع لكم بعد ما الشكل النهائي ان شاء الله. دلوقتي يا حبايبي دي الكميه اللي طلعت، الطعم روعه مش قادره اقول لكم قد ايه. وده اللي فضل احنا انا ما برمهوش طبعا، بنحطه في برطمان وبنشيله في التلاجة. دي المية اللي هي بتاعة السلق، انا بحب اعمل له المية بتاعة السلق لان دي بتحفظه اكتر من المية اللي هي من الحنفية. هحطها على الحبة من دول ونقلبها كويس، هندوق طعمها بس كده عشان نعرف هل هي محتاجة ملح. شوية صغيرين. بسم الله الرحمن الرحيم. جميله جدا. هنحط بقى حبه معلقه كده من الدقه دي هنا، ما شاء الله ما شاء الله كده ما شاء الله كده خلاص. حاجه كده والله جميله جدا وعظيمه ما شاء الله، اتمنى انكم تجربوها. وهنا عندي حبه ليمون، وهنحط عليها شوية زيت. الزيت برضو بيحفظها يا جماعة. وكده هنغطيها، ولما تبرد بقى هنحطها في التلاجة. دي بتتاكل بقى جنب البامية الويكة، جنب العدس ابو جبة، الفول، جنب الفلافل، الملوخية، يعني الحاجات الحرشة الجميلة دي اللي بتحب الأكل المخلل ده جنبيه. وإذا كنتوا إن شاء الله كده هو يا رب تعجبكم الوصفة دي. متنسوناش بقى من الدعاء يا جماعة، بارك الله فيكم، وأشوفكم على خير في فيديو قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.